بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة آمين باب الحجب قال وهو لغة المنع وشرعا المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه الحجب لغة المنع ومنه قول الله سبحانه وتعالى وبينهما حجاب أي مانع ومنه قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ومنه سمي الحاجب حاجبا لأنه يمنع ما قد يصيب العين بالأذى ولذلك كانت العين عليها حماية هذه الحماية تتمثل بهذا الحاجب فإذا جاءت نحو ضربة مثلا لا تصل مباشرة الى العين فلذلك سمي الحاجب حاجبا هذا معنى الحجب في اللغه واما في الشرع فهو منع خاص قال هو المنع من الارث بالكليه او من بعضه نقول الحجب بارك الله فيكم هو منع من قام به سبب من اسباب الارث من الارث بالكليه او من اوفر حظيه هذا تعريف الحجب نكتب التعريف ونشرح الحجب منع من قام به سبب من اسباب او نقول من قام به سبب الارث مباشره منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أو فري أو من أو فري حظيه أو من أو فري حظيه أي من أكثر حظيه هذا تعريف الارثي عند علماء الفرائض عندما درسنا في خير الحديث تكلمنا بكلام مهم عن الفرق بين الحجب الذي يسمى حجب اوصاف وحجب اخر يسمى حجب اشخاص حجب الاوصاف ان يقوم بالشخص الذي وجد فيه سبب من اسباب الارث ان يقوم به مانع من قتل او رق او اختلاف دين هذا يسمى حجب اوصاف حجب الاوصاف هذا بارك الله فيكم واحد قام بالشخص وصف مانع من الارث اثنين هذا الشخص الذي قام به مانع من الارث وجوده وعدمه سواء ثلاثه حجب الاوصاف يدخل يدخل على جميع الورثه دون استثناء واضح؟ هذا بالنسبة لحجب الأوصاف، أما حجب الأشخاص فهو يختلف عن حجب الأوصاف بهذه الأمور الثلاثة، فهو أن شخصاً حجب آخر، ولذلك سمي حجب أشخاص لأن الحاجب شخص، أما هناك سمي حجب أوصاف لأن الحاجب وصف اثنين أن عدمه قد يؤثر وسنضرب لهذا أمثلة أو مثالا ثلاثة أنه لا يدخل على الولدين والوالدين والزوجين هذه ثلاثه فروق الفرق الاول ان حجب الاوصاف ان يقوم وصف بالشخص قلنا هذا الوصف قد يكون القتل قد يكون اختلاف الدين قد يكون الرق واما حجب الاشخاص فان شخصا يحجب شخصا اخر مثال ان الفرع الوارث يحجب الزوجه من حظها الاوفر الى حظ اقل ويحجب الام من حظ اوفر وهو الثلث الى حظ اقل وهو السدس ان عدمه اي في حجب الاشخاص قد يؤثر وذكرنا مثالا لكم فيما سبق فيما لو مات شخص وترك اب ترك ابا مات عن اب وام وثلاثه اشقاء فان الام هنا تاخذ السدس والاشقاء هنا يحجبون بالاب والاب له الباقي فلاحظ ان الاخوه الاشقاء مع كونهم محجوبين بالاب حجب اشخاص الا انهم اثروا جيد وقلنا بارك الله فيكم في ذلك الكتاب قلنا ان حجب الاوصاف هذا يدخل على جميع الورثه فلو مات انسان عن زوجه كتابيه فانها لا ترث منه ولو مات انسان عن ابن مرتد او قاتل او رقيق فانه لا يرث منه لكن حجب الاشخاص هذا لا يدخل على الولدين الابن والبنت وان نزلوا ولا يدخل على الوالدين ولا يدخل على الزوجين فهؤلاء لا يسقطون لا يسقطون بالكليه واضح هذا مهم في التفريق بين النوعين من انواع الحجب الذي الاول منهما هو حجب الاوصاف وهذا قد مر معنا في الموانع والثاني حجب الاشخاص اذا تقرر هذا فان حجب الاشخاص هذا ينقسم بعد ذلك الى قسمين الى حجب حرمان وحجب نقصان نمسح هذا تمام ونكتب ما بعده. هذه مقدمة للدرس يتوقف فهم كثير من مسائل الدرس عليها نقول هنا في التعريف قال الحجب منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية هذا يسمى ماذا؟ هذا حجب حرمان او من اوفر حظيه هذا يسمى حجب نقصان حجب الحرمان بارك الله فيه الورثه فيه الورثه فيه لهم اربعه احوال كم احوال أربع أحوال انتبه معي الحالة الأولى من لا يتأثر ولا يؤثر الحالة الثانية من يتأثر ويؤثر تمام حاله الثالثه من يتاثر ولا يؤثر جيد الحاله الرابعه من لا يتاثر ويؤثر كم هؤلاء اربع حالات الحاله الاولى من لا يتاثر ولا يؤثر لا يتاثر هو ولا يؤثر في غيره من هؤلاء الزوجان صح الزوج والزوجه الزوج والزوجه لا يتاثر ما معنى شوف انا اتكلم على ماذا حرمان حرمان لا يقول قال الزوج يكون نصف يصير الى الربع ما تكلم على النقصان هنا لا يتاثر ولا ولا يؤثر الزوج والزوجه لا يتاثر ولا يؤثر بمعنى ليس ثمه من يحجبه حجب حرمان ولا هو اي زوج ولا هي اي زوجه تحجب غيرها حجب حرمان هذا المعنى جيد من لا يتاثر ولا يؤثر طيب هذا من يتاثر ويؤثر ما مثاله هذا كثير هذا الاخ الشقيق مثلا الاخ الشقيق صح والاخ لاب فانه يتاثر فيحجب مثلا بالابن ويحجب بابن الابن ويحجب بالاب صح ويؤثر فالاخ الشقيق يحجب الاخ لاب والاخ الشقيق يحجب ابن الاخ مرحبا عليكم السلام والاخ الشقيق يحجب العم فهو يتأثر ويؤثر جميل القسم أو القسم الثالث من يتأثر ولا يؤثر من هذا؟ من يتأثر لكنه لا يؤثر الأخ لأم الأخ لأم الأخ لأم يتأثر فيحجب الأخ لأم بأصل ذكر وفرع وارث فالأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن كل هؤلاء يحجبون الأخ لأم لكن الأخ لأم هل يحجب أحدا حجب حرمان؟ لا لا يحجب أحدا حجب حرمان إذا الأخ لأم هذا يتأثر لكنه ماذا؟ لا يؤثر قسم الأخير إيش؟ من لا من لا يتاثر ها هو لا يتاثر لكن يؤثر على غيره ها الاب الاب صح ولا لا الاب لا يتاثر ليس ثمه احد يحجب الاب حجب حرمان حتى الابن لا يحجب الاب حجب حرمان صح حجب نقصان فقط لكن الاب يؤثر او لا يؤثر يؤثر فيحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأم والإخوة لأب صح ولا لا يحجبهم جميعا إذا هؤلاء كم صاروا الآن ها صاروا أربعة أقسام جيد هذه أقسام ماذا هذه أقسام حجب الحرمان طيب حجب النقصان هذا بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين كبيرين أستاذ لو سمحت القلام هذه لو هي أفضل من هذا أتي بها هذا هذا الان في ساعه احتضار حجم النقصان هذا بارك الله فيكم اما نقصان بانتقال او نقصان بازدحام اما نقصان بايش بانتقال او نقصان بايش انتبه معي نقصان بانتقال هذا له أربع حالات. واحد من فرض إلى فرض أقل اثنين من فرض إلى تعصيب أقل ثلاثة من تعصيب إلى تعصيب أقل أربعة من تعصيب إلى فرض أقل جيد نريد أمثلة من فرض إلى فرض أقل هذا بارك الله فيكم في الزوجة والزوج والام صح ولا لا هذا من فرض الى فرض اقل فالزوجه من الربع الى الثمن والزوج من النصف الى الربع والام من آه الثلث الى سدس احسنتم من فرض الى تعصيب هذا في الاخوات وايضا في البنات أصحاب النصف وأصحاب الثلثين الإناث تمام أصحاب النصف الإناث وأصحاب الثلثين كلهن إناث تمام البنات أصل إرثهن في الفرض لكن قد ينتقلن إلى تعصيب وهذا التعصيب أقل من الفرض ونفس الكلام في الأخوات من تعصيب إلى تعصيب أقل ما صورته؟ ينتقل من تعصيب إلى تعصيب لكن أقل الابن مع البنت الابن وابن الابن صح ولا لا؟ الابن وابن الابن وابن الابن إذا كان وحده هو عصبة يأخذ كل شيء لكن إذا كان مع البنت هو أيضاً عصبة لكن لا يأخذ كل شيء لأنه يوجد ماذا؟ يوجد انثى معه صح طيب هنا نقول ايش الابن وابن الابن طيب من تعصيب الى فرض اقل هذا في الاب والجد هذا في الاب والجد مرحبا يا ادم كيف حالك اهلا وسهلا وهنا بالازدحام وهذا الذي بالازدحام بارك الله فيكم له ثلاث صور كم له صور اما ازدحام على الفرض او ازدحام على التعصيب او ازدحام يؤدي الى العول جيد ازدحام على الفرض هذا في من في الزوجات مثلا والجدات مثلا وجمع من البنات وجمع من الاخوات صح شخص مات وترك زوجة واحده وعما كم ميراث الزوجه الواحده ها ربع صح شخص مات وترك اربع زوجات وعم كم ميراثهن يتزاحمنا صح ولا لا يتزاحمنا يتزاحمن في فرض يعني كل واحده منهن ستاخذ ربع الربع شخص مات وترك ابنا واربع زوجات الربع الثمن هذا يتقاسمه كم اربع يتزاحمنا في فرض ونفس الكلام في الجدات ومر معنا قول صاحب الرحبية وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية يشتركنا مات شخص وترك ثلاث بنات يشتركنا في ماذا ثلاث بنات يشتركنا في ماذا في الثلثين مات شخص وترك عشر بنات مرحبا ها عشر بنات يشتركنا في الثلثين صح مات شخص وترك عشرين بنتا في الثلثين هذا ازدحام في الفرض مات شخص وترك خمس شقيقات ها يشتركنا في الثلثين مات شخص وترك عشر شقيقات يشتركنا في الثلثين صح هذا ازدحام في ايش هذا في الفرض ازدحام في التعصيب مات شخص هذا في الاشقاء في الاخوة مثلا مثلا في الاخوة الاشقاء والاخوة لاب كذلك في الاعمام الاشقاء لاب ايضا في ابناء الاخوة الاشقاء لاب ايضا في ابناء الاعمام الاشقاء لاب مات شخص وترك اخا شقيقا عصبة يأخذ كل شيء مات شخص وترك عشرين أخا شقيقا يزدحمون في ماذا في التعصيب يزدحمون في التعصيب جيد هذا هنا صورتهم قلنا في الإخوة الأشقاء أو لأب في أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب في الأعمام الأشقاء أو لأب في أبناء الأعمام الأشقاء أو أو لأب ازدحام يؤدي للعول. العول مات شخص امرأة ماتت عن ماتت عن زوج وأخت شقيقة كيف تقسم التركة؟ الزوج كم له؟ النصف والأخت الشقيقة كم لها؟ النصف انتهت التركة صح؟ طيب وأم وأخوين لأم وأخت لأب اقسم التركة الآن اقسم التركة الزوج له كم؟ النصف والأخت الشقيقة النصف والأم سدس وأخوين لأم ثلث وأخت لأب سدس كم أصل المسألة؟ من ستة أصل المسألة من ستة ثلاثة ثلاثة واحد اثنين واحد كم مجموع؟ عشرة شوف من ستة عالت إلى إلى عشرة هنا الزحام هذا الزحام أدى إلى ماذا؟ إلى العون يعني الزوج حقه النصف لكن أصبح له بدل من ثلاثة من ستة يأخذ ثلاثة من ستة أصبح يأخذ ثلاثة من عشرة واضح ولا لا؟ الأخت بدل أن تأخذ ثلاثة من ستة أصبحت تأخذ ثلاثة من كم؟ من عشرة إذا هذا بارك الله فيكم تلخيص قسمي الحجب، حجب الحرمان، وحجب النقصان، والحالات التي في كل قسم. هذه الحالات في حجب النقصان مجموع الحالات كلها سبع، صح؟ هنا العلامة محمد الشيخ محمد البقري ذكرها في الحاشية. ذكرها في الحاشية، لكن هذا مع التمثيل لها هنا، تمام بارك الله فيكم وذاك في حجب الحرمان اذا تقرر هذا الان نقرا كلام الشارح رحمه الله تعالى بسم الله قال رحمه الله تعالى باب الحجب وهو لغه المنع وشرعا المنع من الارث بالكليه او من بعضه والحجب نوعان بسم حجب نقصان كانتقال الزوج بالولد من النصف الى الربع انتبه معي ايش قال؟ انتقال الزوج بالولد الباء هنا باء السببيه اي بسبب الولد من النصف الذي هو اوفر حظيه الى الربع الذي هو اقل والزوجه الزوجه معطوفه على ماذا؟ على الزوج تقدير الكلام وانتقال الزوجه من الربع الى الثمن اي بالولد اي بسبب الولد والام معطوفه على ماذا على الزوج اي وانتقال الام بالولد من الثلث الى السدس والابي اي وانتقال الاب بالولد من الكل الذي هو التعصيب الى السدس واضح هذه هذه امثله لحجب النقصه قال وحجب حرمان كحجب ابن الاخ بالاخ وهو مراده هنا اي مراده هنا حجب الحرمان وهذا الباب باب مهم ولذلك تضافرت كلمات العلماء انه لا يجوز للانسان ان يفتي في الفرائض اذا لم يتقن باب الحجب. واضح؟ هذا الباب باب مهم من اهم ابواب علم الفرائض. قال الامام الرحبي رحمه الله تعالى رحمه واسعه: والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهه بالام فافهمه وقسم اشبهه وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا قال والجد محجوب عن الميراث من الذي يحجب الجد؟ قال بالاب في احواله الثلاث في احوال من؟ في احوال الجد او في احوال الاب الضمير يعود على من؟ على اقرب مذكور هذا هو الاقرب والجد محجوب عن الميراث بالاب في احوال الاب الثلاث لان الاب اما ان يرث السدس فقط وذلك اذا كان للميت فرع ذكر واما ان يرث السدس والتعصيب اذا كان للميت فرع انثى واما ان يرث بالتعصيب فقط ذلك إذا كان الميت ليس له فرع وارث صح في الأحوال الثلاثة في الأحوال الثلاثة للأب الجد يحجب جيد وقال بعض الشراح وهو العلامة عبد الله بن عمر بن مخرمح في شرح الرحبية إن الضمير هنا يعود على الجد والمقصود بإحواله الثلاث أن الجد إما أن يقاسم الإخوة وإما أن يأخذ سدس جميع المال وإما أن يأخذ ثلث الباقي هكذا قال لكن أرى أن هذا الحمل بعيد فالكلام هنا ليس في مسألة الجد والإخوة البتة فلا حاجة أن يؤتى به هنا خاصة وأنه يخالف الظاهر من عود الضمير إلى أقرب مذكور فالظاهر والله أعلم أن الضمير في قوله أحواله يعود إلى من؟ يعود إلى الله. قال والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالأم وقد مر معكم في درس الجدات من الذي يحجب الجدات وقررنا أن الأم تحجب جميع الجدات تمام قال فافهمه وقس ما أشبهه وهكذا ابن الابن يحجب بمن يحجب بالابن فهذا حكم صحيح فلا تبغي معدلا عنه الى غيره. قال الشارح العلامه سبط المارديني رحمه الله تعالى: اقول الجد محجوب بالاب مطلقا. الجد محجوب بالاب مطلقا. ما التعليل؟ لماذا؟ لان القاعده تقول كل من ادلى بواسطه حجبته تلك الواسطه الجد من واسطته الى الميت الاب ادلى بالاب فذلك الاب يحجبه عن الارث كل من ادلى بواسطه حجبته تلك الواسطه الا الاخوه لام فان واسطتهم الى الميت من الام ومع ذلك ماذا ومع ذلك لا تحجبهم بل هم الذين يحجبونها صح يحجبونها من الثلث الى سلس. الى السدس قال اقول الجد محجوب بالاب مطلقا سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجد فقط شوف شوف ايش بيقول الان سواء كان يرث اي الجد بالتعصيب وحده كجد فقط او بالفرض وحده كجد مع ابن او بالفرض والتعصيب معا كجد مع ابن ظاهر هذا الكلام ان الضمير يعود على من على الجد لكن قلت لكم لعل الاقرب انه يعود على الاب والله اعلم قال رحمه الله تعالى فان الجد اذا كان معه اب في حالاته الثلاث ورث الاب وحجب الجد بالاب هذه المساله الاولى قال وتسقط الجدات مطلقا ما معنى مطلقا اي سواء كانت الجده من جهه الام أو كانت الجدة من جهة الأب مطلقا بالأم ولذلك قال هنا سواء كنا من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد وإن على وهذا معنى قوله من كل جهة وقوله فافهمه وقسم أشبه حشو قال وهكذا يسقط ابن الابن بالابن وكل ابن ابن نازل بابن ابن اعلى منه وهذا معلوم مما سبق في قونه وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب قال وتسقط الاخوه بالبنين وبالاب الادنى كما كما رو روينا ها هذه ضبطت هكذا روينا بضم الراء وضبطت بفتح الراء روينا وضبطت بضم الواو بضم الراء وتجديد. وتجديد الواو روينا وكلها صحيحة فاستعمل منها ما شئت تمام قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياط وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي فقل لي زدني قال رحمه الله وتسقط الاخوه بالبنين وبالاب الادنى كما روينا وببني البنين كيف كانوا سيانا ما معنى سيانا مثنى ايش مثنى سي ها أه؟ ليش السي في اللغه الانجليزيه اي بي سي لا <applause> واضح ها أه. سي. سي, سي. سي. سي 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 تمام مثنى سي اذا تصل الكلام تمام وهذا هذا المثنى هذا يعني يعرب يعرب مثنى تقول مثلا بمعنى بمعنى مثل هو بمعنى مثل تقول هذان سيان ايش اعرابه الان؟ هذان سيان خبر مرفوع علامه رفعه الالف وتقول كان سيين ها خبر كان منصوب وتقول مثلا نظرت الى سيين ها مجرور وعلامه جره الياء، علامه جره الياء، نعم احسنتم. قال هنا هذه هذه المسألة سيان يذكرونها في الألفية. فين؟ في, في أي بيت في الألفية؟ ووضعوا لبعض ايش قال؟ قال سياني في الألفية موجود قد مر علينا وسيأتي في باب العلم أظن في باب العلم موجود. أيوة وقد يكون عنونون. نسيت البيت موجود أظن في باب العلم في الألفية طيب آه. فذكر ذا فذكر ذا وحذفه سياني في الألفية في باب العلم نعم أيوة تمام آه. أظن في باب العلم ليس في باب آل التعريف آل التعريف في آل التعريف ليس في العلم في آل التعريف نعم يذكرونها هناك قال هنا بارك الله فيكم ويفضل ما معنى يفضل يزيد يزيد ويفضل ابن الأم أي ولد الأم بالإسقاط بالجد فافهموه على احتياطي وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا ايش؟ اه فقل لي زدني هكذا البيت صح عندكم في كل نسخ هكذا كلكم نفس النسخه حقيقي ما شاء الله هذا التواتر لا يعتد به في بعض النسخ في بعض النسخ البيت هكذا وبالبنات وبنات الابن فكن بحفظ العلم جدا معني وبالبنات وبنات الابن فكن بحفظ العلم جدا معني مهتم فكن بحفظ العلم جدا معني اي مهتم تمام اي كن بحفظ العلم مهتم مهتما جدا فكن بحفظ العلم جدا معني، واضح؟ لكن ما هنا افضل، لانه يفيد حكما زائدا، وتلك نصيحة مهمة، لكن ما أفادنا حكما في الفرائض مقدم على ما كان خارج مسائل الفرائض، تمام؟ انتبه معي، بارك الله فيك. خلاص امسح اللي في السبورة الأول هذا، امسح هو يتكلم على حجم من الآن؟ حجماً، <applause> الإخوة صح؟ الإخوة اليوم فقط؟ كلهم الإخوة الأشقاء صح؟ والإخوة لأب والإخوة لأم أحسنتم انتبه معي نلخص المسائل هنا ثم نعود مرة أخرى إلى الكتاب الاخوه أو نكتب هنا حجب الاخوه الاخوه اما اخوه ايش اشقاء حجب الاخوه حجب الاخوه الاشقاء حجب الاخوه لاب حجب الاخوه لام من الذي يحجب الاخوه الاشقاء الذي يحجب الاخوه الاشقاء ثلاثه ثلاثه هم كالتالي الابن ابنه الاب بس واحد اثنين ثلاثه لا يوجد لهم رابع بس ثلاثه من هم الابن صح وابن الابن صح والاب طيب البنت من باب اولى بنت الابن صح الجد لا يشاركهم صح اذا لا يحجب الاخوه الاشقاء الا من الا ثلاثه هؤلاء الابن وابن الابن والجد ها؟ نكتب هنا احسن ابن الابن ها. طيب الاخوه لاب من يحجبهم كم عدد من يحجب الاخوه لاب شوف هذا درسناه بالتفصيل انا اليوم وانا واجي في الطريق اسمعوا الدرس الذي درسناه في خير الحديث درسناه بالتفصيل واضح ورجوت انكم قبل ان تحضروا الى درس جديد ان تستمعوا ما درسناه هنا تمام فقط هذا مجرد تذكير تمام كم خمسه من هم نفس هؤلاء الابن ابن الابن الاب, الأب؟ ايوه الاخ الشقيق الاخت الشقيقه اذا عصبت مع البنت صح وانشدنا كثيرا قول القائل والاخوات والاخت اذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه اخوها صوره المساله مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب البنت لها النصف الأخت الشقيقة عصبة هذا محجوب من الذي حجبه؟ الأخت الشقيقة التي عصبت بالبنت وهذه تسمى عصبة إيش من عصبة هذه؟ مع أه؟ مع مع الغير. مع, مع الغير مع الغير نعم أحسنتم من يحجب <applause> الإخوة لأم ستة، ستة، واحد الابن اثنين ابن الابن ثلاثة البنت أربعة بنت الابن خمسة الأب ستة الجد يجمعهم قولك يحجب بأصل ذكر وفرع وارث هذا الاصل الذكر نسيت القلم الاحمر اليوم وهذا الفرع الوارث جيد واضح استاذات جيد لو سالتك من اقوى الاخ لاب او الاخ لام سأعطيكم مسألتين وأنتم أجيبوا. تمام هالك عن اخ شقيق واخ لاب واخ لام هذه المساله الاولى وهالك عن بنت واخ لاب واخ لام اجيبوا في المساله الاولى ايش الاخ لاب؟ استاذ رحمه اخ ما؟ ماذا؟ محجوب, محجوب. محجوب. وهذا؟ آه... سودس. سودس. ليس محجوبا لماذا؟ آه... محجوب بي لا يوجد لا اصل ذكر ولا فرع احسنت هذا له سدس وهذا محجوب وهذا عصبه ممتاز هنا استاذ رحمه اخ آه... لاب اخ لاب آه... عصبه أخلي وهذا؟ احسنت وهنا؟ النصف انظر اذا متكافئان استاذات تنظرنا تنظرنا هذا لا 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 يظهر ها؟ أه؟ يظهر. هنا مات شخص وترك اخ وترك اخا شقيقا واخا لاب واخا لام الاخ لام هنا لا يوجد من يحجبه لأنه يحجب بأصل ذكر لا يوجد أصل ذكر أو بفرع وارث لا يوجد فرع وارث جيد إذا الأخ لأم هنا يرث سدس لكن الأخ لأب يوجد من يحجبه من هو؟ الأخ الشقيق انظرنا هنا واضح وهنا شخص مات وترك بنتاً وأخاً لأب وأخاً لأم البنت هذه تحجب الأخ لأم لأنها فرع وارث لكن الأخ لأب لا يوجد من يحجبه وبالتالي هنا يرث عصبة والاخ لام يسقط بالبنت جيد هما من هذه الناحيه متكافيان يعني ما معنى متكافيان اقصد متكاف... اقصد بانهما متكافيان انه قد يرث واحد ويسقط الاخر وقد يرث الاخر ويسقط الاول وقد يرثان معا ها وقد يحجمان معا يعني لو مات شخص وترك ابنا واخ لاب واخ لام يسقطون جميعا ولو مات شخص وترك اخ لاب واخ لام هو ياخذ السدس وذاك عصبه فهمنا ولا لا؟ نعم لكن يبقى اصل التفضيل في مساله ايهما افضل الارث بالفرض او الارث بالتعصيب فعلى ما ذكرناه في الدرس الماضي ان الارث بالتعصيب على ما قرر انه افضل واضح سيبقى الاخ لاب يتميز بانه يرث بالتعصيب أما الأخ لأب أما الأخ لأم فإنه يرث بماذا؟ بالفرض. على كل حال هذا فقط يعني حصر لمن يحجب من؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم. هؤلاء هم لا يوجد غيرهم. فاضبط هذا جيدا ها وقد ذكر معك من قبل في خير الحديث. قال هنا بارك الله فيكم. نقرأ قال أقول وتسقط الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين ما معنى مختلفين؟ بعضهم أشقاء بعضهم لأب بعضهم لأم قال بالأب الأقرب وقوله الأقرب أخرج من؟ الجد فالجد يسقط الإخوة لأم فقط لكنه يشارك الإخوة الأشقاء ويشارك الإخوة لأب في تفاصيل سندرسها إن شاء الله عز وجل قال بالاب الاقرب وهو المباشر لولاده الميت الموروث ذكرا كان الميت او انثى وتسقط الاخوه ايضا بالبنين وببني البنين وان نزلوا وليست الجمعيه مراده اي ليس الجمع مرادا تمام قال رحمه الله تعالى ولديك قال هنا ايش في النظم سيان فيه الجمع والوحدان قال كما تحجب الإخوة كذلك يحجب الأخ الواحد أو الاثنان وكما يحجبهم البنون وبنو البنين كذلك يحجبهم الابن الواحد وابنه وإن نزل وبه صرح الناظم رحمه الله تعالى بقوله سيان فيه الجمع والوحدان بسم الله. ثم قال ويفضل الأخ من الأم على أولاد الأبوين وعلى أولاد الأب بكونه يسقط أيضا بالجد وإن على انظر الجد لا يوجد إلا هنا واضح ولا لا قال ويفضل الأخ شوف شوف قارن بين 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 هذا وبين هذا بين الأخ الشقيق وال والأخ الأم من الذين زادوا هنا؟ زاد الجد بنت الابن والبنت صح ثلاثه زادوا ونفس الكلام هنا صح قارن بين هذا وهذا زاد الجد وزادت البنت وبنت الابن ولديك انا اشوف البيت ايش قال ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد واحد فافهموا على احتياطي وبالبنات اثنين وبنات الابن ثلاثه فهمنا نعم جمعا ووحدانا سواء بنات او بنت بنات ابن او بنت ابن قال جمعا ووحدانا فقل لي زدني نعم قال ويفضل الاخ من الام على اولاد الابوين وعلى اولاد الاب بكونه يسقط ايضا بالجد وان علا وبالواحدة فاكثر من البنت او بنت الابن فيحجب ابن الأم بستة. ما شاء الله في الابن وابنه والأبي والجدي والبنت وبنت الابن. تمام؟ الله عز وجل في سورة النساء يقول: في ميراث الأخ لأم اشقوا ها؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس ولذلك قرأ بعض الصحابة هنا وله أخ أو أخت من أم أو لأم وهذه قراءة شاذة هذه قراءة شاذة لكن يحتج بها يحتج بها على أصل مذهب الشافعية يحتج بها ومن لا يحتج بها يحتج بالإجماع على أن هذه الآية خاصة بالإخوة الأم ما معنى كلاله؟ وان كان رجل يورث كلاله كلاله او امراه ما معنى كلاله الكلاله من ليس له اصول ولا فروع لذلك شرط ميراث انتبه معي شرط ميراث الاخ الام عدم وجود اصول وعدم وجود فروع انظر الى هنا انظر الى هنا لا يوجد اصل ذكر ولا يوجد ايش فرع وارث هذا تحقيق للشرط الذي في الايه وإن كان رجل يورث كلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، ما معنى كلالة؟ أي ليس له أصول ولا فروع، هذا تحقيق للشرط المذكور في الآية الكريمة. قال هنا والأخوات مطلقا، انتبه معي هذا 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 ضابط مهم. والأخوات مطلقا في ذلك كله كالإخوة إجماعا. يعني هذا الكلام ليس خاصا بالإخوة الذكور. بل الأخوات مطلقا سواء كنا شقيقات أو كنا لأب أو كنا لأم حكمهن في الحجب حكم الإخوة إذا لو قلت لك من الذي يحجب الأخوات الشقيقات فالجواب ثلاثة تمام من الذي يحجب الأخوات لأب فالجواب خمسة من الذي يحجب الأخوات لأم فالجواب ستة جيد قال هنا ثم بنات الابن يسقطنا متى حاز البنات الثلثين يا فتى ثم بنات الابن بنات الابن يسقطنا متى حاز البنات الثلثين يا فتى إذا ورث البنات الثلثين فإن بنات الابن يسقطن تفهم منه أنه إذا ورث البنات أو إذا ورثت البنت النصف فإن بنت الإبن لا تسقط تمام قال ثم بنات الإبن يسقطنا متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا استثناء إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن على ما ذكروا وحينئذ يكون هذا الأخ أخا مباركا لأنه لولا لولا أنه موجود لسقطت أخته سوره المساله شخص مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن لولا وجود ابن الابن بنت الابن هذه لا ترث جيد فهذا يسمى ماذا يسمى اخا مباركا نعم قال ومثلهن الاخوات اللاتي يدنين بالقرب من الجهات اي الاخوه الاخوات الشقيقات يدنين يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذنا فرضهن وافيا أخذنا الثلثين كاملا أسقطنا أولاد الأب البواكيا فلا إرث لهن إلا البكاء تمام وإن يكن أي وإن يوجد فيكون هنا تامة وإن يكن أخلهن لمن الأخوات لأب لأب وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، سورة المسألة شخص مات عن شقيقتين وأخت لأب تسقط لكن لو مات عن شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب فإن الأخ لأب هذا ها عصبه يعصب من؟ الأخت لأب تمام فيرث الباقي جيد قال هنا ومثلهن الأخوات اللاتي يدنين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا وإن يكن أخلهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أقول إذا اجتمع البنات وبنات الابن وحاز البنات الثلثين بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن كيف كن واحدة فأكثر قربت درجتهن أو بعدت قربت درجتهن أو بعدت اتحدت درجتهن أو اختلفت إجماعا جيد قال إلا إذا وجد ذكر من ولد الإبن فإنه يعصبهن إذا كن في درجتهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن وهذا قد أخذناه من قبل وقلنا إنه يعصبهن لحاجتهن إليه صورة المسألة مات شخص وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن 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 واضح فإنه يعصب بنت الابن جيد؟ نعم قال على ما قطع به الجمهور ثم قال ولا يعصب من تحته ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن لقربه هو يعصب من من هن في درجته او اعلى اما من تحته لا معي يا استاذ محمد ما صوره المساله ما مات مات شخص وترك بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن لا تسقط هذه لان لا يعصب من من ايش من هي ادنى منه انما يعصب من هي في درجته او اعلى منه واضح يحتاج الى كتاب في السبوره واضح لا يحتاج هذا هذا وانت تشرب الشاي تجيب عليه سهل <تصفيق> <تصفيق> قال: ومثل البنات و... ومثل البنات الاخوات، ها. ومثل البنات الاخوات تمام هكذا ضبطها الكتاب غير مشكول ومثل البنات الاخوات اللاتي يدلين بالاب والام جميعا وهو المراد بقوله يدلين بالقرب من الجهات اي من جهتي الاب والام اذا اخذت الشقيقات الثلثين بان كنا شقيقتين فاكثر أسقطنا الاخوات للاب كيف كن كيف كن اخوات لاب الا اذا كان معهن اي مع الاخوات لاب اخ لاب فانه يعصبهن وقوله وافيا اي فرض اي فرضهن الكامله وهو الثلثان تمام واحترز به عما اذا كانت الاخوات للابوين واحده واخذت النصف فإن الأخت لأب ترث كم؟ أو الأخوات لأب يرثن كم؟ السدس تكملة الثلثين. قال فإنها لا تحجب الأخوات للأب، بل لهن معها، بل لهن معها السدس كما سبق. <applause> بسم الله وقوله رحمه الله البواكية إشارة إلى أنهن يرثن البكاء فقط. وقوله باطنا وظاهرا أكمل به البيت، أكمل به البيت، ما في تحته معنى، وبعضهم ذهب وتكلف أشياء هنا، ما مقصود باطنا، مقصود ظاهرا، عند القاضي وبينه وبين الله، تمام، ما يحتاج هو فقط أكمل البيت. نعم، قال: وليس ابن الأخ بالمعصب، آه ابن الأخ. قال: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. أنا في الدرس الماضي، بارك الله فيك. قلت لك ان ابن الاخ يخالف الاخوه او يخالف الاخ في ثلاث مسائل تذكرون لا قلنا ابن الاخ يخالف الاخ في ثلاث مسائل ما هي انه لا يعصب اخواته والاخ يعصب اخواته واحد اثنين لا يحجب الام ابن الاخ لا يحجب الام الاخوه يحجبون الام ثلاثه الجد يحجبه يحجب ابن الاخ تمام اما الاخوه الاشقاء او لاب يشتركون مع الجد ثلاث مسائل هذه واحده من المسائل تمام فقال هنا وليس ابن الاخ بن معصبي من مثله او فوقه في النسب طيب يعني يعني في سؤال واحد يسأل سؤال يقول كيف ابن الابن هذا ابن 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 يعصب بنت الابن جيد ابن 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 يعصب بنت الابن طيب ليش هذا ما يعصبش ابن ابن اخ مثلا لماذا لا يعصب عمته التي هي ايش؟ الاخت الميت لماذا لا يعصب عمته؟ كيف ذاك ابن 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 عصب عمته وهذا لا يعصب عمته ما الفرق؟ نقول الفرق ان العمه هناك في الاصل وارثه والعمه هنا لا ترث اصلا جيد ولا لا هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان ابن 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 هناك حصل خلاف هل يسمى ابنا حقيقه او مجازا اما هذا ابن 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 اخ لا خلاف انه ليس اخا لا حقيقه ولا مجازا فهمتم ولا لا هذان فرقان قال هنا اظن سيشير الى واحد منهما. اقول ابن الاخ وان نزل لا يعصب بنت الاخ التي في درجته ولا التي فوقه من بنات الاخ اجماعا ولذلك في اخر باب الفرائض في ابي شجاع قال واربعه يرثون دون اخواتهم. من هم؟ ابناء الاخ يرثون بدون اخوات. بنات الاخ لا يرثن الاعمام يرثون دون العمات. ابناء الاعمام يرثون دون بنات العم وعصبه المعتق الذكور يرثون دون اخواتهم اربعه يرثون دون اخواتهم جيد فقال هنا اقول ابن الاخ وان نزل لا يعصب بنات الاخ التي في درجته ولا التي فوقه من بنات الاخ اجماعا لانهن من ذوي الارحام بخلاف ابن الابن فإنه يعصب بنات الابن اللاتي في درجته واللاتي فوقه، لماذا؟ ما الفرق؟ انظر ماذا قال؟ لأنهن لأنهن من أصحاب السهام، يعني هن في الأصل وارثات بخلاف ايش؟ بنات الأخ هؤلاء أصلا لا يرثن من البداية. قال وكذا لا يعصب ابن الأخ من فوقه من الأخوات لأنهن مستغنيات بفروضهن، يعني هو ابن أخ ما يعصبش الأخوات، الأخوات عندهن فروض. لا يحتاجنا لا يحتاجنا اليهم ثم قال رحمه الله تعالى باب المشركه كيف نقرا لا باس نمشي نعم الحمد لله جيد قال رحمه الله تعالى باب المشركه هذه المساله تسمى المشركه وتسمى المشركه وتسمى, المشركة وتسمى المشتركه واضح ايوه وتسمى الحجريه وتسمى اليميه وتسمى الحماريه تمام قال اي المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين اولاد الأم وهي بفتح الراء وبعضهم بفتح الراء المشركة هكذا وبعضهم يكسرها على إسناد التشريك إليها مجازا المشركة تمام وبعضهم يسميها المشتركه بعضهم يسميها المشركه الامر واسع كما ذكرها المصنف قال بسم الله شوف ايش قال هنا كما ذكرها المصنف ايش يعني ذكر المصنف؟ الم... أو. لكن عندي في التبويب المشركه واضح كان اظن النسخه التي شرح عليها الشارح مكتوب باب المشتركه انه قال كما ذكرها المصنف المصنف يعني عند قوله وبعضهم يسميها المشتركة كما ذكرها المصنف يعني باب المشتركة أو في النظم إذا هذا هذا التبويب الذي في الأعلى هذا قد يكون إما من المحقق وإما من الشارح جيد ليس من الناظم نعم طيب هنا قال في الأبيات وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصبي فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة هذا البيت رقم مئة يعني تجاوزنا النصف ما شاء الله الحمد لله وأمس أكملنا مئة وخمسة أبيات في الألفية نعم الحمد لله هذا فتح من الله انتبه معي نشرح في السبوره ثم نعود هي كتاب خلاص هذا خلاص اركان المساله اركان المساله المشتركه اركان المساله المشتركه قال لك الناظم رحمه الله وان تجد زوجا واما صح ورثا وإخوة للأم شرطهم جمع جيد حازوا الثلثة وإخوة أيضا تمام لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب هذه أركان المسألة قال وإن تجد زوجا وأما أو جده لا يتقيد الأمر بالأم فالجدتك الأم المهم أن يكون صاحب سدس وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم جمع أخرج جمع لو كان أخا واحدا لأن حينئذ التركة لا تستغرقها الفروض وإخوة اشقاء هنا عندنا حالات أنا أشرحها حتى تتضح المسألة جيدا الإخوة هؤلاء قد يكونون إخوة أشقاء وقد يكونون إخوة لأب أنا أعرف أن هذا أشقاء فقط لكن أنا أريد أفصل ثم سأتي هذا. تمام والإخوة الأشقاء هؤلاء لهم ثلاث حالات إما ذكور خلص أو إناث خلّص، أو ذكور وإناث، جيد، والإخوة الأب هؤلاء إما ذكور، خلّص، أو إناث، خلّص، أو ذكور وإناث، صورة المسألة هنا مات وترك زوجا نقول ماتت تمام واما وثلاثه اخوه لام وثلاثه اخوه اشقاء وصوره المساله هنا ماتت وتركت زوجا وام وثلاثه اخوه لام واخت شقيقه واخ شقيق مثلا صوره المساله هنا مات وترك زوج ماتت وتركت زوجا واما وثلاث اخوه لام وثلاث شقيقات وهنا صوره المساله مات وترك ماتت وتركت زوجا واما وثلاثه اخوه لام ايش هنا ثلاثه اخوه لاب وهنا صوره المساله ماتت وتركت زوجا وام ثلاثه اخوه لام وهنا ايش اخ واخت لاب وهنا ماتت وتركت زوجا وام وثلاثة اخوة لأم وتركت ايضا ثلاث اخوات لأب نريد ان نعرف اين تكون المسالة المشتركة نفترض مات وترك زوجا وأما وثلاثة اخوة لأم وثلاثة اخوة اشقاء هنا الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس وهنا الثلث صح؟ اه وهنا لا يوجد باقي مذهب الشافعية أنهم يشتركون مع الإخوة يوم هذا الثلث يكون لهم جميعا إذن هذه تدخل في ايش؟ في المشتركة وهنا تدخل في المشتركة أو لا تدخل؟ تدخل في المشتركة طيب وهنا ها؟ لماذا لا؟ نصف هنا كم؟ بارك الله فيكم سدس وهنا ثلث وهنا ها؟ ثلثان اه هذه تعول هذه تعول واضح؟ ليست مسألة مشتركة هذه تعول، شوف الفرق بين هذه وتلك أشقاء شوف الركن إيش هو؟ إخوة أشقاء مقصودي بإخوة أشقاء أي ذكور أو ذكور إناث يعني في تعصيب بعبارة أخرى في تعصيب لكن هنا ما في تعصيب هذه هذه تعول بارك الله فيكم تمام تعول لديك ستقسمها كالتالي كم من ستة ستة هنا وهنا وهنا وهنا, وهنا أربعة تعود إلى كم؟ عشرة إلى عشرة خلاص تعود إلى عشرة جيد هذه لا تدخل في درسنا تمام؟ طيب هنا بارك الله فيكم ها نعمل حجاب بينهم هنا زوج وهنا سدس وهنا وهنا ها سقطوا آه. لا ليست مشتركه هنا لانهم اخوه لايش؟ هنا الركن ايش؟ آه. سقطوا هؤلاء ليش؟ ما عندهم طريق شوف الاشقاء عندهم هم يشتركون مع الاخوه الأم، مع الاخوه لام في ماذا يشتركون؟ في الام الاشقاء هؤلاء عندهم طريقين طريق الاب طريق الام والاخوه الام عندهم طريق واحد طريق الام اذا في اشتراك لكن الإخوة لأب والإخوة لأم لا يوجد هذا طريقهم الأب وهذه هؤلاء طريقهم الأم ما في اشتراك هؤلاء يسقطون هنا هذه ليست مسألة مشتركة انتبه ولذلك تعمدت أن أكتب هذا حتى تميز بين سورة الدرس وما لا يدخل فيها تمام هذه ليست مشتركة بل هؤلاء هنا يحجبون يسقطون تمام طيب هنا نصف سدس ثلث وهنا ها أخ مشؤوم أحسن الله إليك تمام هذه ليست مشتركة ليست مشتركة هذا الأخ المشؤوم لولا وجوده لولا لولا وجوده لورثت لو اخته اخته لولا وجوده لورثت لو اخته لكن بسببه سقطت مش أو. واضح ولا لا؟ واضح استاذات؟ نعم ولذلك انظروا هنا انظروا الفرق بين هذه وهذه هنا نصف سدس ثلث ثلاثة اخوات لاب اه ثلثان تعول إلى نفس الكلام إلى عشرة هنا كم؟ ثلاثة وهنا وهنا اثنين <applause> وهنا أربعة تعول إذا هذه أيضا ليست ليست مشتركة وهنا الأخوات لأب يرثنا هنا الأخت لأب مسكينة تسقط بسبب من؟ بسبب هذا واضح بسبب هذا التسقط جيد إذا أين درسنا درسنا بارك الله فيكم ليس في هذه الأربع المسائل، إنما درسنا هنا في هذا واضح هنا الدرس جيد ما أركان المسألة المشتركة أركانها زوج أم أو جدة إخوة للأم إخوة أشقاء تضحت سورة المسألة هذه المسألة حصل فيها خلاف بين الأئمة نأتي إلى هنا نأتي إلى هنا الفروض استغرقت التركة هنا ثلاثة وهنا واحد وهنا اثنين أصل مثلا من ستة خلاص لو نجري على القاعدة التي تؤخذ من حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر مفهوم الحديث إذا لم يبقى شيء لا يحصل على شيء يسقط إذا نجري القاعدة هؤلاء يحجبون يسقطون لا يرثون شيئا وبهذا قال الامام ابو حنيفه والامام احمد عليهما رحمه الله جريا على ماذا؟ جرى على القاعده ان الفروض لما استغرقت التركه سقط العصبه جيد ولا لا؟ وقال الشافعي ومالك الامام الشافعي والامام مالك عليهما رحمه الله بل إنهم يرثون فيكونون مع من؟ مع الإخوة لأم لأن هؤلاء الإخوة الأشقاء هم إخوة لأم وزيادة هم إخوة لأم وزيادة نفترض أن أباهم لا ينفعهم الزيادة فإنه لا يضرهم ولذلك قضى فيما جاء في الروايات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام الأول بعدم توريثهم ثم رجعوا ثم جاء غيرهم تمام وكانوا ألحن بالحجة قالوا هب أن آبانا كان حجرا هب أن آبانا كان حمارا فنحن وهم مشتركون في الأم فكيف تورثهم ولا تورثنا ويقال إن الذي قال ذلك ليس هم وإنما الذي قال ذلك لأمير المؤمنين عمر هو زيد بن ثابت قال له هب أن أباهم كان حجرا في اليم واضح ولا لا فلماذا تمنعهم من الإرث هم هؤلاء وهؤلاء يشتركون بأن كل منهم أدلى بإيش بالأم وهؤلاء عندهم زيادة وبالتالي هؤلاء بارك الله فيكم يشتركون كأنهم جميعا إخوة لأم ولذلك لو كان بينهم إناث مثل, هون مثل هذا فإن الأنثى تأخذ مثل الذكر لأن الإخوة لأم في إرثهم يشترك الذكر والأنثى ولذلك قال لك الرحبي رحمه الله في باب سابق ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور <applause> تمام فهنا يرثون على أنهم إخوة لأم لا على أنهم إخوة أشقاء ما يقول الذكر بعد ذلك أنا عصبة آخذ ضعفي لا أنت وهي شيء واحد كأنكم إخوة لأم هذا ما سيقرره لنا الشارح رحمه الله تعالى في بيان كلام الناظم رحمه الله تعالى فقال أقول صورة المشتركة أن تخلف امرأة إذا الميت من؟ امرأة لأن المسألة فيها زوج تمام؟ أقول صورة المشتركة أن تخلف امرأة زوجا وأما وعددا من الأولاد وعددا من أولاد الأم اثنين فأكثر ومن الإخوة الأشقاء انتبه لهذا الكلام ومن الإخوة الأشقاء أخا واحدا فأكثر سواء كان معه أو معهم أخت شقيقة أو أكثر أو لم يكن إشارة إلى هذه المسألة إشارة إلى هذه المسألة يعني قد يكون قد, قد يكون في المشتركة اخوه اشقاء ذكور فقط او ذكور واناث نعم قال فان الفروض فيها تستغرق التركة للزوج النصف وهو ثلاثه من سته وللام السدس وهو واحد من سته ولاولاد الام الثلث وهو اثنان من سته فالقياس سقوط الاخوه الاشقاء لانهم عصبه ولو تذكرون في باب التعصيب لما ذكرنا حالات التعصيب الثلاث، قلت لكم في الحالة الثالثة أنه إذا استغرقت الفروض التركة يسقط يسقط العاصب، صح؟ إلا في إلا في ايش؟ المشتركة، وأيضاً سيأتي معنا في الأكدرية إن شاء الله، تمام؟ قال هنا: فالقياس سقوط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وروي عن الشافعي والمذهب المعتمد عنه اي عن الشافعي ان يجعلوا ان يجعلوا ان يجعلوا كلهم اولاد ام هذا المذهب المعتمد عن الشافعي واضح اذا هذه المساله يكاد يكون فيها التكافؤ بين المذاهب الفقهيه مذهبان وهو الم... وهما المذهب الحنفي والحنبلي قالوا بماذا؟ قالوا بان الاخوه الاشقاء يسقطون ومذهبان وهما الشافعي والمالكي قالوا بان الاخوه الاشقاء يرثون يشتركون مع الاخوه لام قال والمذهب المعتمد عنه ان يجعلوا كلهم اولاد ام لاشتراكهم في الادلاء بالام وتلغى قرابه الاب في حق العصبه الشقيق تمام واحدا كان او اكثر حتى لا يسقط ويقسم ثلث التركه الذي هو فرض اولاد الام عليهم وعلى عدد الاشقاء على عدد رؤوسهم يستوي الذكر والانثى من الفريقين انظر ليس للذكر مثل حظ الانثيين قال وبه اي بهذا الراي المعتمد عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وبه قال مالك واهل المدينه والبصره والشام اشاره الى تقويه هذا الراي بان القائلين به اكثر تمام وقوله واجعل اباهم حجرا في اليم اي كانه لم يكن كانه معدوم تمام واشار به الى ما روى الشافعي من ان الاشقاء من ان الاشقاء قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه لما اراد اسقاطهم يا امير المؤمنين هب ان ابانا كان حجرا ملقى في اليم وفي روايه كان حمارا اليست امنا واحده طبعا هذه الروايات في في اسانيدها ضعف وبعضهم يستبعد ان يقول هؤلاء هب ان ابانا كان حمارا يعني تمام قال فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريك ولذلك تلقب باليميه نسبه الى اليم وبالحجريه نسبه الى الحجر وبالحماريه نسبه الى الحمار ايضا ولو كان بدل ولو كان بدل الام ولو كان بدل الأم جدة لم يختلف الحكم وهذا ذكرناه في تصوير المسألة على السبورة ولو كان أولاد الأم واحدا لم تكن مشتركة ليش؟ لأن سيبقى سيكون الزوج له كم؟ النصف ثلاثة والأم السدس واحد والأخ لأم السدس واحد ويبقى خلاص خذوا الباقي ما في تشريك أصلا تمام؟ قال ولو كان بدل الأم جدة لم يختلف الحكم ولو كان أولاد الأم واحدا لم تكن مشتركة لعدم الاستغراق والله أعلم. ثم يأتي بعد ذلك باب أرجو أن يكون من أسهل الأبواب وهو باب الجد والإخوة نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم والله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين